طوعي بضله على الحكم الصالحي وبيت الخلص حالتي وراه وراه على الحكم هاو حكم 60 في الصالحي. انا ساكن هنا 68 عام وهاد الناس جاو المسؤولين بيخرجونا جاو شي مسؤولين بيخرجوا هاد الناس وكاين العائلات هنا 320 واحد اللي كاين وحنا تنطلبوا المسؤولين يديروا معنا الحل والمنصوريه هي اللي تنطلب انا مع المنصوريه هي اللي بغيت تحل معنا وسيدنا الله ينصرو تنطلب سيدنا هو الاول انا تنقول ما كاينه حكومه كاين الله وسيدنا الناس بيخرجونا الناس بيشرجوا 320 عائله بيشردوها شحال من دار 50 دار بلا حوانتها شحال تقريبا من الستينات 70 عام قول تقريبا شي 70 عام انا عندي 58 عام قرا جا دابا على قفله الطرد تاع السوفي جانا على قفله ما قعدوا معانا في طبله ما سولونا مسؤولين حتى المحامي اللي كنا دايرينو تا هو تخلى عنا المحامي اللي كان شاد التريبه هنا وعايش معانا هنا وعارف كل شيء هنا تا هو تخلى عنا هنا ساكنه في درب السبليون زياده وخلوق من جدي انا عندي جوج وليدات دارنا فيها ماما فيها اختي يعني جدي كان هنايا بابا الله يرحمه كان هنايا تزادينا هنا زياده وخلوق ودابا انا كبرت ولدت وليداتي راه حشومه احنا ما كنطلبوا والو ولادي غيتشردوا فين غيمشيو فين غنمشيو حنايا هي مساكين انا ما خداماش جلست ماما ما خداماش ماما مريضه ليا فين غندي ولادي فين غنقري ولادي راه حشومه تشردوا راه الا تشردوا شنو اشنو بقى نتشردو حشومه الناس كاينين اللي مراض كاينين ناس قدام عندنا التواصل قدام ديال جدودنا كاينين حشومه يشردو عند الوليدات الصغار راه عيب وعار حشومه فين غنمشيو نمشيو للزنقه يتكرفسوا علينا اكثر من هكا كنطلب من جلاله الملك محمد السادس نصر الله يتعاون معنا يشوف الوليدات اليتامى اللي ما عندهمش يتعاون معاهم يشوف لهم شي حل حشومه هادشي اللي كيديروا راه عيب وعار هادشي اللي كيديروا.